السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعي الكرام متابعي قناة من الآخر الخلاصة لو أول مرة تزورنا في القناة ريت تشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك أو سبسكرايب أعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى متابعي الكرام موعد مباراة ليفربول القادمة أمام كريستال بالاس في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز معكم محمد نور الدين المباراة بإذن الله تعالى هيكون ميعادها غدا السبت 19/12/2020 المباراة بعد الساعة 2:30 ونص ظهرا او مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفلسطين والاردن ولبنان وسوريا. الساعة 3:30 ونص عصرا او مساء بتوقيت مكة المكرمة والسعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق. الساعة اربعة ونص عصرا او مساء بتوقيت الامارات وعمان والساعة واحدة ونص ظهرا او مساء بتوقيت تونس الجزائر والمغرب والساعة 12:30 ونص منتصف النهار يعني ظهرا او مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناه الناقله لمباراه ليفربول القادمه امام كريستال بالاس قناه بي ان سبورتس اتش دي 1 وبي ان سبورتس اتش دي 2 وبي ان سبورتس k ومعلق المباراه وحفيظ الدراجي اليكم القنوات الاجنبيه الاخرى الناقله للمباراه متابعي الكرام ملعب المباراه هو ملعب سيلهيرست بارك الخاص بكريستال بالاس توتنهام آه، ليفربول حاليا في صداره جدول الدوري الانجليزي الممتاز بعد الفوز على توتنهام في المباراه السابقه ليفربول يتصدر الجدول برصيد 28 نقطه بعد لعب 13 مباراه اما كريستال بالاس هو حاليا في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطه بعد لعب 13 مباراه متابعي الكرام اشترك في القناه وفعل زر الجرس عمل لايك للفيديو نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته